السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفلوق ديالي. اليوم يوم مميز، اول مره غادي نخرج خرجه مع اليوتيوبرز ديال الواد نونيات. اليوم عندي خرجه، غادي نمشيو لواحد البلاصه، غنديكم معايا ان شاء الله. غادي نديروا الكوتي تما، كل وحده فينا وجدت شي حاجه، وغادي نتلاقاو ان شاء الله، ندوزو وقت زوين، غندو وليداتنا باش يلعبو وكل شيء. المهم خليكم معايا باش تكتشفوا البلاصه اللي غادي نمشي ليها. انا عاد جيت ممحيت هاد الوقت بزز بزز من راسي باش ندير هاد الخرجه، لان مدروك بالخصوص في الويكاند ما كنقدش نخرج من الصالون، ولكن اليوم حيدتها من راسي وقلت ضروري غادي نخرج، لانهم عيطوا عليا ولا عرضوا عليا ولبيت طلب، قلت لهم ان شاء الله غادي نحاول باش نجي. المهم هاني انا دابا غادي نخرج، خليكم معايا، ولكن قبل ما نخرج غادي نوريكم اشنو وجدت انا وشنو غادي ندي معايا ان شاء الله. وهنايا كما كتشوفوا انا كنشارك معكم شنو غادي ناخذ لهاد الكوتي. بالنسبه للحويجات اللي وجدت انا وغادي نديهم هما هادو، كاينين لي فيغين كما كتشوفوا بالحامض، وكاين بالشوكولا، كاينه هاد الكيكه ديال هيرنيس ديجا مشاركها معكم في القناه، داكشي علاش ما عاودتش شاركتها معكم. كاينين بيتزاس كما كتشوفوا بالكفته، وهنايا لي سيكار والبريوات حتى هما معمرين بالدجاج. هذا مكان غادي نمشي دابا، وخليكم معايا تشوفوا البلاصه راش غادي نمشي وتكتشفوا معايا فين ماشيه ومع من غادي نتلاقى ان شاء الله. خليكم معايا ما تزابيوش. وهنايا من بعد ما قديت في البلاطوات كما كتشوفوا، هذا البلاطو درت فيه المملحات، وهذا درت فيه لي فيغين، وهنا قطعنا الكيكه وحطينا هنا كل شيء، درنا ليه السلوفان، غادي ندوه مقاد باش غير نحطوه فقط. ديجا انا تعطلت بزاف لانهم هما ديجا مشاو، لانهم درنا تقريبا مورا العصر، ولكن انا راه معطلت تقريبا بشي ساعه ونص حيت تعطلت في الخدمه كما قلت لكم في الصالون، وهذا راه غير حيدتها بزز باش اني نمشي لهاد الخرجه اللي دايرين اليوم، داكشي علاش. المهم انا وجدت دابا كلشي، كنتسنى غير طونسبور يجي باش نمشي ان شاء الله. غادي نديكم معايا، انا ما ماشيش للدار، غادي نمشي لواحد القهوه فيها واحد الجليسه، وهذا هي فين غادي نتجمعوا، غادي نجلسوا فيها ان شاء الله، وغادي ندوزوا هاد الوقيت مع بعضياتنا. انا وصلت كما قلت لكم، راه لقيت وهم كانوا كيتسناوني بزاف صراحه، تعطلت عليهم، ولكن ماشي بخاطري زعما باش انني تعطلت. كما كتشوفوا هنايا بالنسبه لهاد الكرواسات ولا هلال ولا ما عرفت شنو غنسميهم لكم، جابتهم سعاد، وهنايا البسبوسه اللي كاينه اللي صوبتها ابتسام. مشينا في طريق مضرنا، مضمرنا اختي شغلنا مضمرنا مريم تيسام ندير لك كاس ما شاء الله. نهار زوين ما شاء الله. ها مي كانت مش عارضه علينا اليوم. انا صافي مريم غادي تخلص علينا اليوم. غير كلمه زينه دابا، المشكله نتومايا كنعرفكم، غنقولها غير زوينه، غنخلص عليكم، عطلو تزيدو تهرفوا بدكم تخلوني هضر على الصح، واخا انا غندير بغي ندير الصوم غندم، اللهم ما غنخلصش عليك. باش تخلص عليك. المهم انا بعدا ما باقي ما شربت والو، باش نرجعو ليه ما اللي ما غاديش تخلصي. ها هو اختي رجع، ها هو كافي ديال الخولة رجعوا ليه العصير ديالها باقي كاين. ها هو العصير ديال ولدي حتى هوايا، اللهم نرجع. دابا الا غيخلص عليا شي واحد نزعم ناكل، ما غيخلص عليا حد بلاش تخلصي عليا. والله ماشي خساره فيك، يا صافي نقولوا صافي، هاني انا نهز صباطنا، صباطي جبت صباطي حدايا، واش ليكم دارتي تلقيوكم
يا بارك الله فيك، بارك الله فيك. شتي اختي بتيسه هنايا من بعد ما سالينا، انا صورت لكم الشومبر باش كنا جالسين، هي هذه هذه كاينه في القهوه اللي غادي نصور معكم دابا من على برا. نصور لكم واحد واحد المقتطف منها. بالنسبه لهاد البيت كما شفتوا دايرينو فيه بي سي، فيه لان بريمونت، كاينه التلفازه، يعني صراحه هاد الفكره داروها في هاد الكافي جد رائعه، زوينه بزاف، انا عجبتني. وهنايا الكافي على برا كما شفتوا كاين الشطرونج، كاينين هذا الكتب اللي بغى يقرا، يعني كل شيء كل شيء ما شاء الله كاين ومتوفر عندهم. كنتمنوا تمشوا لهاد البلاصه، كاينه اونفاس مع الجرده اللي كاينه في التواغيل، باينه اونفاس مع ولدك. وحنايا من بعد ما خرجنا من الكافي اللي درنا فيها الكوتي مع البنات كما قلت لكم، غادي نمشيو لشي بلاصه ورك صراحه ما عرفت مين قالوا لي يلاه غادي نمشي معاهم. المهم خليكم معايا غادي نصور لكم فين غادي نمشيو ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا حنايا في الهوندا، ركبنا في الهوندا كلشي للور وماشيين للبلاصه اللي غنديكم معايا ليها ان شاء الله. انا هنا عرفت كيما غنقول لكم والو حتى نوصلوا ان شاء الله وتكتشفوا فين ماشيين. شوفوا ابتسام ناش رجليها في الهوندا جالسه كتصور وجالسه كتغني مع راسها. المهم كان صراحه كانت خريجه زوينه بزاف لاننا ضحكنا وفوجنا فيها بزاف. وهذا الركبه كانت سبيسيال زعما يا سلام. ها احنا وصلنا، مشينا الالعاب او الملاهي اللي تفتحوا جداد ولا السيرك اللي ولا جديد في امحيريش قرب السوق الاسبوعي ديال امحيريش. كلشي راه ما شاء الله سمع عليه حتى تقريبا دابا شي اسبوع باش تفتح. ما شاء الله ما شاء الله عامر الاكتضاد في جميع الالعاب، يعني ما كتلقايش نوبتك فيهم. انا سولت قلت واش يمكن غير اليوم السبت اللي عامر، ولكن لقيت انه الاسبوع كامل كان عامر ما شاء الله. ابتسام كتسابق كتسابق ماشي الالعاب اللي غادي تركب فيهم. انا غادي نصور لكم ان شاء الله، خليكم معايا تشوفوا شنو غادي يوقع. ايوا هنا قلنا نركبوا في هذه اللعبه لهلي وريكم فاش ركبنا. فهاد اللعبه صراحه اللي كيتخلع ما يركبش فيها نصيحه مني. شوف ابتسام الشجاعه وهي كتشير. كما كتشوفوا ركبنا كل واحد ركب في بلاصه، يعني تفرقنا وركبنا، ولكن صراحه انا ندمت شخصيا ندمت عليها. علاش؟ لان فاش هبطت الدوخه الدوخه الدوخه، يعني الناس اللي عندهم الدوخه ولا عندهم فوبيا من الاماكن العاليه ما يركبوش فيها، كانت مغامره وما غاديش تعاود. هذا الشيء اللي كاين، ها حنا في الفوق كما كتشوفوا. دابا كنصور معكم غير في الوقيته اللي كيكون يعني ما كيتمشاش بالجهد، غير كيتمشى بالجهد كنشد بيديا وبرجلي. الخلعه الخلعه الخوف صراحه كانت مغامره شيقه بزاف بزاف. هذه ما ركبهاش نهائيا شخصيا، ما غاديش نركبها وما هو رافدني غباها، ولكن نركبها ان شاء الله. خطيره بزاف، انا كنشوف غير الناس اللي ركبوا فيها. ابتسام ركبات فيها، ركبوا فيها البنات كاملين، انا ما ركبتش، ما بغيتش نركب حيت عارفه انا غير هذيك ودخت فيها. الا ركبت في هذه صافي غادي نسالي صراحه. انا ما ركبتش فيها، هنا راه كيركبوا، راه مشات ابتسام والبنات غادي يركبوا فيها، كين انا ما ركبتش غير صورت لكم وشاركت معكم حتى هذه اللعبه. كما كتشوفوا هنا ركبوا البنات، انا ما ركبتش كما قلت لكم، انا هذيك وجمعت وطويت ساليت. كافيني من الدوخه صراحه. كاينين عرفتي الناس مساكن مخلوعين وهذا اللي اول مره كتجيهم عادي، ولكن فاش كيطلعوا فعلا كاين واحد الخوف. الناس اللي كيخافوا ما ننصحهمش يلعبوا بحال هاد الالعاب، يعني كاين الالعاب اللي ما فيهمش الخلعه وبساط وهذا يقدروا يركبوهم، ولكن بحال هاد الشيء اللي فيهم الاماكن العاليه وهذا ما ننصحكم، زعما نصيحه من عندي. هنا كنت كنصور معكم هاد الالعاب، ما شاء الله كما قلت لكم كاينين جميع الالعاب، يعني اللي مازال ما مشى يمشي يكتشف فضاء زوين بالنسبه للدراري الصغار. وكاين العاب تقريبا من انا كنت سمعتهم انه كاين 15 درهم، ولكن انا ما شفتهمش. الالعاب اللي شفت كاين تقريبا كيتراوحوا ما بين 5 دراهم و10 دراهم فقط، هادو هما الاثمنه اللي شفت. كما قلت لكم كانت كما قلت لكم مغامره شيقه وشاركتها معكم صراحه. الانسان مره كما قلت لكم يخرج ويخرج وليداتو الفضاء بحال هذا غادي يستمتعوا
وكاين اللعيبات ديال الدراري الصغار صراحه زوينين كما كتشوف بحال هادو ديال كاين تران كاينين شي وحدين كيفيهم الكرات كاينين كاين بزاف ديال الالعاب صراحه كلهم تقريبا زوينين. بالنسبه للطوموبيلات كاينين عاوتاني دوك ديال الدراري الصغار وكاينين ديال الناس الكبار ما شاء الله كما قلت لكم فضاء زوين وزعما داروا فيه بزاف ومتنفس الناس ديال قليميم اللي صراحه مفتقدين لبحال هاد الحوايج في المدينه. احنا جينا من بعد ما درنا الكوتي كما شفتوا ومشينا السيرك صراحه كانت مغامره. انا صورت معكم غير بعض اللقطات لانها كاينه الموسيقى كما قلت لكم ما يمكنش نصورها زعما بالهضره ديالنا وداكشي اصلا ما تقدروش تسمعوا وكاين الموسيقى مجهده بزاف. المهم احنا هذا ركبنا كيما قلت لكم في هذوك اللعاب وداكشي. المهم غامرنا صراحه صعيب بزاف انا بعدا شخصيا جاتني صعيبه بزاف. المهم ولكن وقعت لي واحد الكارثه ما نكذبش عليكم بقى فيا الحال داكشي كامل اللي صورت في التليفون مشى ليا. كانوا عندي دي فلوغ وداكشي بغيت نحطهم ما عرفتش كيفاش مشى ليا داكشي من التليفون كامل بقات شي حاجه قليله. دابا غادي نشوف شي بروغرام باش نعاود نرد هذوك التصاور وداكشي كامل اللي عندي وان شاء الله نشوف شي حاجه اللي تقدر ترد لي داكشي حيت بقى فيا صراحه بزاف. صورت دي فلوغ وهادو بغيت نحطهم معكم وفيديو كنت غادي نحطو البارح كان كيتشارجا باش نحطو في القناه ولكن في الاخير ملي تمسح ليا كلشي مشى. انا غادي نشوف كيفاش ندير ان شاء الله الا رجعتو كونوا على يقين لي فلوغ اللي قلت لكم زوينين كنشاركهم معكم غادي نعاود نحطهم لكم ان شاء الله. وهنايا كنهضر معكم كنوريكم لي بلاطو هنايا البلاطوات وداك الشيء البقايا باري جبت بلاطواتي باش نغسلهم ونمسحهم ان شاء الله باش يرجعوا للمحل. المهم هنا سال الفلوق ديالنا كنضرب لكم موعد في فلوق ثاني ان شاء الله شي مجمع ثاني باذن الله. ما تنساوش لي لايك ولي جيم وتبارطاجيو الفيديو الى عجبكم والقناة وكنقول لكم الى اللقاء في فلوق تاني ان شاء الله.